وسط كثير من المبررات اللي زي درجه الحراره وارتفاع درجه الحراره والرطوبه وتفاصيل اخرى ان اللعيبه مش جاهزه كلام كتير بيتقال وكلام مثلا مني ان اللعيبه النهارده ما لعبوش بحماس وبروح ده كلام برضو ممكن انا اقوله عادي بس الامور الفنيه اكيد انت شفتها بشكل مختلف يمكن هكلمك بمنتهى الامانه أوه. احنا في الاول والاخر لازم الجميع يعلم ان احنا بندعم وبنشجع وكلنا ورا منتخبنا الوطني وثقتنا كبيره فيهم طبعاً. انهم ان شاء الله قادرين ان شاء الله نوصل لابعد م. مرحله وان مباراه النهارده تكون درس مستفاد لكل اللي جاي م. فده حاجه مفروغ منها انما لما نيجي نتكلم في الامور اللي, اللي تخص النهارده الاخطاء اللي وقعنا فيها ده امور فنيه بتتمنى ان اصواتنا تصل للمسؤولين عن المنتخب بحيث إن برضه لنا آراء ممكن يعني تفيد أو تفتح الأمور شوية لو وصلت للمسؤولين. أولًا حكاية المناخ وحكاية الطقس والأمور اللي إحنا بنتكلم واخدينها مبررات أنا مش مقتنع بها تمامًا. لأن إحنا يا كابتن كريم في عالم مفتوح وإحنا عارفين إن البطولة هتقام في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في المكان الفلاني. فإذًا الأمور المناخية المفروض احنا بندرسها كويس وان احنا بنتكيف معاها كويس ولو احنا اه الامور هتاثر علينا كنا المفروض نروح معسكر من بدري ونعمل امورنا ناخد امورنا لان انا رايح العب بطوله انا مش رايح اهزر صح فبالتالي الامور دي انا بركنها على جنب وما بتدينيش اي نوع من انواع المبررات مظبوط الامور الثانيه ان احنا احنا في حاجه بنملكها وحاجه ما بنملكهاش الحاجه اللي بنملكها انت حضرتك قلت قلتها واتكلمت فيها المجهود المجهود البدني المفروض يبذل في المباراه المجهود البدني ده انت بتملكه كلاعب بتملك ان انت تقدر تبذل مجهود واقصى مجهود وانت معد لذلك فبالتالي المجهود البدني انت تملكه اما التوفيق وعدم التوفيق ده من الله سبحانه وتعالى هيديهولك لما يشوف منك المجهود الكبير اللي انت بذلته. انما احنا النهارده لا بذلنا مجهود ولا قدمنا مردود فني ان الناس كلها مستنياه وان احنا دخلنا المباراه باطمئنان وان احنا كمان الهدف المبكر اللي احنا احرزناه ادانا كمان ارتياحيه اكبر وان ان شاء الله احنا في طريقنا ان احنا آه نعدل الهدف كمان بهدفين وثلاثه بس احنا ما عملناش ما عملناش لده وما سعناش لده ودينا فرصه تصورنا إنه هي في اي وقت عادي ودينا فرصه ان فريق كان عامل لك الف حساب وكان خايف منك بدات المباراه يحس لما بدا ينقل كورتين ثلاثه مع بعض في المباراه بقى يحس ان انا آه ليه لا ما انا بلعب كوره اهو بوصل ووصلت المرمى الشناوي في مره في اتنين ف... فكان لازم تيجي اتخطفت انت في الدقيقة 55 و58، في ثلاث دقايق كانت النتيجة من 1-0 لمنتخب مصر، ل 2-1 لمنتخب موزمبيق هنا بقى جه العصبية في ال... في ال... في ال... في المنتخب ككل، جوه اللعيبة في الم... في, ال... في أرض الملعب، على الجهاز الفني، هنا كان لازم الكل يتمتع بنوع من أنواع الهدوء والتركيز والتغييرات الإيجابية السريعة يعني يعني أنت ما كنتش مستني لغاية الدقيقة 80 علشان تقول وتشوف إن في لاعيبة النهاردة كانت كتير مش في حالتها الفنية، لا كان في لاعيبة كتير مش في حالتها الفنية فكان لابد من تدخلك من بدري علشان نقدر نعدل النتيجة بدري ونقدر كمان نطلع فايزين بالمباراة، ولولا ضربة الجزاء كانت النتيجة هتبقى لها مردود آخر وكلام آخر.